السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جايكم مقطع مختلف جدا مع الشباب. يلا حي الشباب. هلا سهلا. طيب يعني قال لك مونتاج هذا يعني تريكسي سوما هلا ريان دحوم فايبس. اليوم جايب لكم فكره برا السالفه معروفه جدا، لكن بشرح لكم اياها ببساطه. كلنا كاشخاص جوا السالفه الا واحد، واحد هذا يحاول يخمن السالفه، كنا نحاول نقفط مين اللي برا السالفه بكل بساطه. يعني في بالنص امبوستر، الجوال يختار شخص، الشخص هذا يصير شخص ثاني يحاول يقفطه، هل هو برا السالفه ولا جوا السالفه. خلونا نبدا. بسم الله. يلا طولت الموضوع. الموضوع بيكون ملابس. الموضوع بيكون على الملابس. ملابس سوما. انا لعبتي الواحد يمر عنده جوال يشوف هل هو برا السالفه ولا جوا السالفه. اذا جوا السالفه يكتب له الشيء، اذا برا السالفه يكتب له سوي نفسك انك جوا السالفه. كيف حالكم؟ طيبين؟ اه شايف انت باقي تشرح والهذا يوزع وزع. عارفه خلص المويه. خلص الصوت. اوكي ثاني دحوم. مش بس سجلت كذا على طول. شكلها تمشي. خليك سي سوما اسال دحوم. هذا سؤال جواب اي لا. لا بغيت اقول اسمه، بغيت اقول اسمه. لا هل هو في من انواع كثير؟ انواع انواع ايه. فايروس سال تريكسي. فايروس سال تريكسي. ايه انا اسال. احس بيقول فايروس سال تريكسي. حلو ايوه. انا شو طيب فايروس اقصد. هل الشيء هذا ينلبس كل يوم؟ لا. اوه حلو حلو. ريان اسال فايروس. هل له وقت معين يعني تلبسه؟ هل ينلبس في وقت معين؟ هل ينلبس وقت معين؟ شكرا. اي لا ما نبغى يمكن. اي لا. اي نعم. ابغى ما عشان تالي ربك. انا اسف. تفضل. هل في من الوان ولا لون واحد؟ سؤال اي ولا الوان؟ اي استغفر الله. هل له لون واحد؟ لا. دحوم اسال سوما. هل يصنع في السعودية؟ ايه. تريكسي سلني. هل اللبس للرجال بس ولا رجال ونساء؟ بس خلص ثبت سوما. ترى لها عادي عادي عادي. جاوب انت جاوب معك. كاسم ايه؟ كاسم ايه؟ لا تلمح لا تلمح. قل ايه ولا لا؟ خلاص قل ايه قل ايه. لا تلمح. سوما اختار. انك كذا بتلمح. ما اقدر ما اقدر وش يجاوب. خلاص قل ايه بس ايه. اذا قلت لا بتشكون. لا لا عادي قول انت تمام. سوما تبغى تسال شخص؟ مين؟ اسال مين؟ يلا. مو موجود انا. اوكي عادي عادي انت موجود هنا. طيب هل هو مصنوع من الصوف؟ لا. دحوم اختار شخص تبغى تسال. ريان تفضل. هل معروف عننا يلبس في الفتره الصباحيه؟ اي لا. اي او لا؟ لا انا بختار شخص. هل هو شيء رسمي ولا لا؟ طيب سني. ايه اي نعم. بس انا سلوم ايه شهر الصباح. هل الشيء هذا يلبسونه صغار الكبار؟ ايه. هل له مسميات يعني مميت مسمين؟ بس سلوم هل له مسميات كثيره عندنا في السعوديه ولا معروف باسم واحد؟ هل معروفه باسم واحد فقط؟ إيه؟ انا بسهل بسهل ريان. هل من الممكن انك تلبسه خلال الاسبوع الجاي؟ اي او لا؟ ايه خلاص تصوير؟ ايه صوت صوت سوما اختار شخص. يا توتر والله ما اعرف عشان كذا قلت لا توقفون لا حد يشوفك لما حد على الاقل نشك في واحد. ترى سالنا ثمان اسئله. اي والله سالنا كثير. لكن قاعد نوزع اسئله ما حد خلصت الاسئله ما في شيء. لا لا ركز على واحد اذا نشك في واحد ركز عليه. انا ماني بشك في احد. فارس والله العظيم صعب. والله صعب والله صعب مرة. سهل الأسئلة لكن صعب إنك تعرف مين. أنا ممكن أنسى يكون أي أحد. حط بالك أحد صوت. هذي إذا أشوفك تعد. أنا عارف دحوم. صوت أبي. والله العظيم صوت حق ربع قطعة. أحس واحد فاهم لابس إنه هو. خلاص أي صوت. حط جواب في النص خمسة مئة. ريان والله العظيم. والله أنا ذا صوت ريان. أنا صوت ريان. أخذ صوت فضح. أنا في بداية كنت فيه بعدين قلت مفضوح. مصنوع من الصوف. ما حد كلام أبد. أنا والله كيف حالك أنت كذا. مش صادق. هذا اللي وترني. اي انا وترت. لا ما انا قلت انا قلت في زواج عندهم يمكن اسوي الجاي. قلت في زواج في شيء. انت مين صوت مين؟ انا صوت على سوما. احا انا على سلوم. والله واضح انه هو جاوب. جاوب غلط. وش جاوب؟ قال له اخر سؤال فضحه. لا قبل في شيء شكك في شيء قبل وش وش ما ادري في سؤال نسيت حتى انت سالته. سوما سال ريان. هل هو مصنوع من الجلد؟ ما اسال دحوم. هل الشيء هذا فيه له في اوقات معينه تلبسه فيه؟ ايه ريان سيرفايروس. هل له وقت معين تلبسه؟ نفس السؤال نفس السؤال. مان انت؟ مركز مركز فيك توتر؟ ايش فيكم؟ ريان مسخن فيك؟ يا ابني مكيفات ما مسخنة بس بلوفر. له لون محدد؟ لا. انا ساتريكسي. هل يلبس اي شخص؟ سؤالك غريب. اي او لا 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 تقول شيء يرحم امك تكفى يا هل يلبسونك؟ كل الناس؟ كل الناس؟ ايه لا
لحام وسلمي ويتوضح. هل يلبسونه ناس كثير يعني نسبة من لا لا أنا قلت نفس السؤال نفس السؤال. يلبسون ناس كثير؟ أنا قلت هل يلبسون كذا الناس؟ بجيب بطريقة ثانية. لا أنت قلت كل الناس. طيب هل الناس يحتاجون كل يوم؟ بما احنا قلنا ملابس، هل الناس يلبسونها كل يوم؟ يحتاجون كل يوم؟ يلبسونها كل يوم، يحتاجون كل يوم؟ اي او لا بس جاوب اي او لا. والله سؤالك متفرع. طيب اسال اي او لا، جاوب اي او لا مالك مو مشكلة. لا تريكسي اسال سوما. اسال سوما، هل في يعني منه انواع؟ مو شركات، انواع. ايه سوما اسال شخص، تبغى تختار شخص تتساله؟ ريان. هل هو مصنوع من مادة غير الصوف او القماش؟ لا. أنا تبغى تصير شخص؟ أنا بسام. تبغى تصير مين؟ ريان. ركز السؤال، هل هو معروف عنه أنه يلبس في اليد؟ معروف عنه، ركز، هل معروف عنه أنه يلبس في اليد؟ لا. أنا بصوت. طيب ريان، هل يلبس في الرأس؟ لا. بسأل دحوم، هل الشيء هذا يصنع هنا؟ السعودية؟ إيه؟ لا ما يصنع في السعودية. صوت ما عندي وقت أنا. سام أختار؟ أقدر صوت بصير؟ يلا يلا. اسكتوا اسكتوا، لا لا والله ببين، اقصد لا ببين، خلاص اسكتوا. انا هذا اللي ما ابغاه انه يصير. هو حلو انكم يعني صرنا اغبياء. ايوه خلاص. ما ادري ليه بس شاك اثنين. لحوم اختار؟ شاك باثنين لاصف، والله العظيم لو ما تجاوب صح لاصفك بالجوال. والله العظيم. مالك عوضك هاي من 14. شاك باثنين اكرش من البيت. والله اطرده هذا اللي ما اعرف الاجابه. طبعا ريان، طبعا ريان، هذا اللي بطرده انا. انت اصص اصص اصص. خاتم يتصنع في السعوديه، سلسال يتصنع في السعوديه. خاتم يتصنع في السعوديه؟ خل خل لا حد يتكلم، ما حد يتكلم، خلوا يسوي يابا. في خاتم يتصنع في السعوديه. يلا يلا كنت شاكفين انت؟ والله سعودي. نظارات القم شلون؟ كيف جريت به؟ قال لك كيف جريت به؟ يا عمي قال لك تلبس في الراس، قلت له لا. احنا سكتنا كلنا. هذا شو مره خلاص الاسئله قاعد تثيرني. انا وثقتك بالخاتم، قلت كيف ما يصنع في السعوديه؟ قلت لك لا كله يا انا قلت لك مصنوع بغير الصوف، قلت لي لا. اي قال تصنع الصوف والراس ما يصنع بالصوف. صدمتني قلت اوكي مره ربعي عشان زي كذا قاعد نضيع احنا مره ربعي. ليش انا برا السالفه يعني؟ عشان زي كذا هناك حيوانات حطيت؟ بسم الله. فايروس تسأل مين؟ ما ادري ترى ذا اعطاني اياه وهو مسكر. عادي ابدا من بعد فايروس. دحوم سريان، هل ركز السؤال، هل له انياب طويله؟ اي او لا جاوب. إيه. ريان سوسوما، هل هو سريع؟ إيه. أنا سأل تريكسي، هل هو قوي النظر؟ قوي النظر. سوما سأل فايروس، هل هو يعيش في البيت أو يتربى في البيت؟ لا. إيه. لا. حس بصوت واطي. تريكسي أسأل دحوم، هل هو مفترس؟ إيه. أنا ما سألت. طيب سلوم، هل الحيوان هذا يعيش في الماء؟ لا. أنا حشرت ما. هو آخر واحد خلاص. بس ريان. أنا بسأل. طيب سوما، هل هو نباتي؟ لا. طيب ريان، هل هو من الزواحف؟ لا. إذا في أحد عنده سؤال جاهز لسه. عادي ترى تلف تطلع برا السالفة تنبرش كذا عادي. هل هو نسى اللغة العربية. هل أبغى أربي أبغى هو يحط. ما قال هل ال وش ال. أنا حطه رقم منحدر أصلاً. أنا بس. هل أغلب وقته يلعب بلايستيشن؟ أنا بس. طلع 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 السؤال. هل اغلب وقته في الجو؟ هل اغلب وقته في الجو؟ لا. ريان، هل هو يصنف من الثدييات؟ ما عندي سؤال انا. يعني بيض ولا لا؟ هل بيض؟ قول له. اي بيض ولا لا؟ طب انا عندي سؤال كمان، هل يضربون فيها الامثال؟ اي قال له ثقه. اي انا بقى اصوت. انا بصوت. ما حد بيسال؟ لا ما ابغى اسال. يا يان صداع. والله صداع شباب. صدعيه. صدع مصدع. صدعني صدعني. صدعيه. لا حد يتكلم ولا كلمة. لا حد يتكلم حتى لو خلصنا يا عيال ولا كلمة. ترى هو جاوب. ترى هو جاوب. دحوم القم. تالي 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 بسم الله. طيب كوالا لا، خروف لا، قطة لا، ثور، صقر، ماعز، ضب. طيب هو قال يطير يطير وله نياب. ايه هو يعني 90% انه الصقر. اوكي 90% بس بس تخبي. كيف الصقر ما يبيض؟ كيف كيف له انياب؟ مو بالارض كلكم توقعتوا يا عيال. الصقر له انياب. قهرنا له انياب. انا اسوء ما هذا ما اشوف. والله ما كنت متوقع ابد. مخالب عليك. مخالب ذي ما هي انياب. اي والله هذا غبي. ما له انياب الصقر. هذا ترانا كبنا كلنا. اي الصقر يبيض يبيض. ايوه فايروس اسال تريكسي. طيب تريكسي، الحيوان هذا نباتي؟ لا. دحام سألني، هل الحيوان هذا يعيش في الغابة؟ لا. ريان سدحام، الحيوان هذا منتشر؟ ايه. أنا سريان، هل هو أليف؟ ايه.
سوما سفايروس. هل هو يطير؟ لا. تريكسي سوما. هل الحيوان هذا يتربى في البيت؟ ايه. كي. هل منه انواع؟ اي نعم. بسأل دحوم. هل الحيوان هذا نجس؟ لا. تبغى تسأل احد؟ خلاص والله العظيم خربته. تبغى تسأل احد؟ بس تريكسي. مش كان خلاص صار يعرف. هل هذا الحيوان يقدر يسبح؟ لا. هل الحيوان عنده انياب؟ ايوه ايوه. الريان. هل الحيوان ابيض؟ لا. انا بسأل تريكسي. هل الحيوان هذا اذنه كبيره؟ معروف؟ لا. انا بسأل هل الحيوان هذا له قبل وراء له اكل معين؟ لا لا لا. هل الحيوان نقزته عاليه؟ عاليه عاليه جدا ولا وسط ولا شيء؟ عشان اخي سؤال. ايه سؤال عاليه. ايه خلاص. ها نصوت. صوت. انا بصوت. جوابك عالي ولا لا؟ ايوه. هل الحيوان تشوفه كل يوم؟ تقريبا ايوه. بس الفيروس هل لما ينط من مكان عالي يطير؟ لا. هل الحيوان ينضرب فيه المثل؟ لا. والله والله ما هو العرف المشكله يعني هذاك 100% عرف يعني حتى لو صدته هو عرف لان اسئله كانت مره واضحه مره ارمي على طول جوال ارمي جوال هنا تريكسي والله واضح مره يا عيال والله اسئلتكم والله لو ما اعرف لو ما اعرف يعني معليش وين قطه يا الواضحة والله اسئلتكم واضحة كيف عرفتون انتم واضحة الاسئلة يلا وقت الاسئلة يا شباب فيروس اسأل دحوم هل الحيوان هذا حيوان طائر؟ لا دحوم اسألني هل هذا حيوان مفترس؟ لا اقدر اسأل؟ ريان اسأل فيروس هل الحيوان له شبيه؟ اي نعم انا اسأل سوما هل الحيوان له صوت؟ ايه سوما اسأل ريان هل هل الحيوان ينضرب فيه المثل؟ بالضبط كان سؤالي كنت بسأل ايه ينضرب فيه المثل من المنسال؟ سلو منسال هل عنده رجلين؟ ايه انا عندي خليه طيب خليه يخلص طيب شخصا هل الحيوان سريع؟ لا بسأل شو اسمه دحوم هل الحيوان هذا له مسابقات؟ رياضات رياضات ايه رياضات بقول لا لا انا أسأل دحوم هل الحيوان له نوع واحد؟ ايه نوع ايه طيب بسأل سمين دحوم بسأل هل الحيوان موجود في ماينكرافت؟ طعم سؤال وردين وردين والله وردين أنا بصوت تصوتون ولا تسألون؟ لا أنا بسأل سلمين خلي حوم له ألوان كثيرة؟ إيه بس أسألون هل الحيوان هذا هل قلت وراك هل الحيوان هذا حلال ينأكل؟ أوف أوف يا سؤال إيه لا لا أنا بسأل دحوم هل الشخص أنا موجودة؟ حقت طريقة لفلي هل الحيوان ده قصير؟ لا تربى في البيت؟ لا أنا بصوت في أحد بيسأل؟ أنا بصوت أنت شكلك تسأل عشوائي كذا دحوم راندوم أسأل دحوم هل الحيوان من أكل اللحوم؟ لا آخر سؤال أسأل ممكن تسمح لي أعطي العمر؟ أسأل لحوم أسأل أذاني طويلة؟ إيه صوت فيروس قاعد تثير واثق الله صار من كذا ارمي الجواب بسرعه المشكله اوضح من كذا ما فيش اوضح من كذا ما فيش والله المشكله كل الناس انسانه صح 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 غلط صغير اي حطيت سلم كذاب انا اخترت سلم بعد يا عمي انا سلت كلها غلط انت انا اقول لك قبله وراك من زمان هذا هو برا خلاص خلاص وفي حصان طيب وفي فهد ما هو سريع ما هو سريع فالحصان لا والفهد لا شوف انا اللي شاك فيه الحمار هذا 100% انا قطعه بني مار يا حمار شخصا ليش لحظه لحظه هذا مختار سلوم ليه انت مختارني ليش ليش انا ايش قلت غلط انا اعرف الحمار من البدايه انت تعجبك كل وجه تعرف من الحمار انا قلت لك نوع واحد قلت ايه في حمار وحشي في حمار عادي اوه كيف شكيتيني انا لان هذا قال لك هل عنده رجلين يمشي على رجلين لا إيه؟ أوه رجلين يدين لا انا يمشي على بس رجلين يدين اربع انا قصدي اربع ما لا هذه يد اللي قدام يبقس فيها الكمو ايزي والله العظيم انه بغى ما يجيبها يا شباب بس والله العظيم جاباتي كلها صح والله انه تعمقنا في الاسئله بزياده انا كل جاباتي صح يعطيكم العافيه مشاهده ان شاء الله سبتاتو سبتاتو ما في حد منا حيوان يا شباب دحوم طلع الصوت قنوات شباب بالدسكربشن واذا عجبتكم الفكره اكتبوا تحت كومنتات نراكم على خير قبل ما تصير مشاكل السلام عليكم